السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله متابعينا بكل خير تم الكشف عن صور في معرض ديترويت تعود لاف جي كروزر موديل 2023 كما تلاحظون ابرز التغيرات صارت في الصدامات الاماميه وشكل الشماعات والشبكه الامامي شكل السياره من الخلف تغييرات بسيطة لا تنسوا اخواني الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وشكرا